اهلا وسهلا فيك استاذ ميشيل سعد معنا. بنركض سوا لوحده الجبل هو عنوان الميني ماراثون يلي رح تقوموا فيه. شو طابع الماراثون طبعا وشو الهدف منه؟ بونسوار. الاتحاد اتحاد البلديات حب لاول مره يعمل هذا الميني ماراثون. حددنا موعده ب 23 نيسان يعني الاحد الجاي بعد يومين ثلاثه على بعد 10 ايام ذكرى 13 نيسان اللي هي كانت ذكرى انطلاق الحرب اللبنانية للأسف. وحبينا يكون هذا الماراثون بضياع ارتبط اسمها بالحرب اللبنانية، كانت خطوط تماس وكانت عنوان أمور صح سيئة. فهي هذه الضياع رح في عنا عدة محطات بس المسار الأساسي حيكون من علي سوق الغرب كيفون وصولا إلى بيسور. أوكي. يعني حبيتوا تختاروا ضياع بتمثل جو معين لحتى تقولوا انه نحن متحدين، نحن اربع ضياع يعني نحن لبنان كلنا سوا، هيدا هو الهدف. مين رح يشارك فيه من اي ساعه ولاي ساعه؟ التجمع الساعه 8 صباحا ببيصور، في باصات بتنقل المشاركين على مواقع الانطلاق، يعني في عنا 10 كيلومتر للبروفيشنال شوي، انطلاق من علي من راس الجبل من علي. في عنا 5 كيلومتر من امام جامعه البلمند بسوق الغرب. في عنا كيلو واحد كيلومتر لكل العالم، لكل العيال، لكل للاولاد، للي بحب يمضي نهار حلو بالجبل، فالكل مدعوين يشاركوا معنا. واجواء هالاربع ضياع خبرنا عنا كيف عم بيكونوا متفاعلين مع هالماراثون، يعني اخترتوا هالاربع ضياع عندهم هن سيمبوليك، هن رمزيه هالضياع يلي اخترتوها، شو هي الرمزيه يلي شو رمزيتهم؟ اتحادنا هو خليط مثل لبنان، يضم كل عائلات الجبل، كل عائلات لبنان، فاخترنا هدول الضياع عدا انه رمزيتهم انه كانوا بمرحله معينه خطوط تماس، خطوط مواجهه، عم نقول هلا انه صارت خطوط التلاقي والحوار. هدول الضياع اذا خطوط مواجهه، خطوط تماس، يعني بتحب تفسر لنا شوي؟ ايه اثناء الحرب حتى نقول امور مثل ما هي، لانه نحن بالنهايه بدنا نوصل لنعالج هالموضوع. يعني صحيح؟ اللي بيتذكر الحرب اللبنانيه كانوا يقولوا مواجهات سوق الغرب علي كيفون سوق الغرب بيسوق. يعني قصدك بين السني والشيعة والمسيحيين والدروز، يعني هذا هو بمعنى بالمية. آخر يعني نحن إذا بدك هدول الضياع برمزيتهم، يعني عندك ضياع مختلطة اللي هي مثل علي، عندك ضياع مسيحية مثل سوق الغرب، عندك ضياع شيعية كيفون، عندك ضياع درزية بيسور، حبينا يكون واليوم كلهم إيد وحدة، كلنا مشاركين عدا هدول ضياع الجبل كله. نعم. كل العالم من بيروت طالعين للمتن، كل العالم مشاركة معنا لنقول نحن حطينا شعار نركض سوا لوحدة الجبل. بالبيل. لنقول نحن أنه نحن بالنسبة لنا وقت بيكون الجبل بخير لبنان كله بخير. ما في شك لأنه أنتوا حمينا مثل ما بيقولوا. خبرنا المختلط اللي عم بيكون بقلب الاتحاد، قدي هذا الشيء عم يعطيه قوة وقدي كمان عم تعملوا يمكن مشاريع مستقبلية للجبل. لك الاتحاد مثل ما سبق وقلت يمثل كل عائلات وكل الطوائف، وعم بيلعب دور اتحاد البلديات عنا، عم بيلعب دور يمكن بمرحلة معينة وزارة المهجرين أو اللي كان لازم يلعبوه ما قدروا يوصلوا اللي قدرنا نوصله نحن للناس. الجو اللي عملناه بالمنطقة نحن جو ممتاز، قدرنا يعني لعبنا مش الدور مش مفروض مش مطلوب منا نحن، بس نحن عملناه بالمحبة والتلاقي بإعادة تواصل العالم بين بعضه. وهذا الأحد يعني المسيحي عم بيركض بضيعة الدرزي والشيعي عم بيركض عنا وعندهم. يعني عاملين نهار بغض النظر عن طابع الرياضي. أصلا شفنا كمان بالأعياد أنه الكل كانوا موجودين بالكنائس والكل عم بيدقوا جراس وعم يأكلوا سوا، هذا هو المشهد يمكن للبناني اللي منحب أن نحن نشوفه. عصيرة الأكل نحن آخر ماراثون عاملين ترويقة مناقيش صاج لكل العالم، لكل المشاركين، للمشاركين وللحاضرين، يعني لكل العالم مدعوين لترويقة بعد ما نخلص الماراثون. وعاملين حفل موسيقي صغير مشاركين فيه، في عنا طلاب ذوي احتياجات خاصة رح يعملوا مقطع صغير، عنا كشافي، عنا يعني منه بس ماراثون ذو طابع رياضي، عاملين نهار فرح، نهار احتفالي للجبل. وحابين أهم شيء نفرجي العالم على ضياعنا، ضياعنا كتير حلوة، يمكن كل العالم بتعرفها
في ناس ما بتعرف، ناس سامعه بعلي، يمكن في ناس مش سامعه بكيفون، مش سامعه ببيسور. بدنا كل العالم يطلع يشوفه، ضيعنا حلوه، عالمها طيبين، اهلا وسهلا بالكل يطلع يتفرجوا عليها. نحن ما عندنا شك ابدا بالموضوع، والهدف من الماراثون بالنهايه هو وحده الجبل. حابين نعرف منك ماتر سعد، كيف كان تفاعل وردود الفعل على هالماراثون من هالمناطق يلي انتم قاصدين انه نحن نمر فيها ونوحدها مع بعضها؟ يعني نحن مننظم الماراثون لأول مرة، بس فوجئنا بردة فعل الناس، يعني الأندية، الجمعيات، المدارس كلها عم تشارك، يعني صار في عنا أعداد كبيرة مشاركة. نحن تفاجأنا بهالأعداد، حتى في ناس اليوم من الجنوب اتصلوا إنه حابين يتصلوا يشاركوا معنا، مع إنه يمكن في ماراثون بصيدا كمان أكيد مش بإطار التنافس، بس إنه حتى في ناس من الجنوب حابين يجوا يشاركوا معنا. تفاعل الناس، فنحن ندعي كل اللبنانيين إنه يشاركوا بهالماراثون، بالنهاية هيدي وحدة لبنان. صح، الكل مدعوين، انتوا صوايا اذا الاحد وقتكم بيسمح اهلا وسهلا فيكم. يا ريت نتشرف نحن ما في شك. ماتر خبرنا بالصيفيه شو محضرين كمان مشاريع؟ نعرف دائما بالجبل بيكون في فيستيفالات عم تحضروها. لك الضياع عندنا فوق بالصيفيه بتحس بتدب فيها الحياه فجاه، كل الضياع، كل الانديه، كل مصيف ايضا كمان. صح، كل ضياعنا بتحسيهم يا لطيف، كل الصيفيه كلهم بده يعملوا مهرجانات، كلهم بده يعملوا نشاطات. نعم. الاتحاد عم بيشارك وبيدعم مع كل الانديه وكل الضياع وكل الجمعيات، لانه بالنتيجه نحن الشمسيه ونحن الحاضنه لكل هالجمعيات، فعم نساند الكل وندعم الكل، لانه يعني بالنتيجه همنا كمان البشر اكثر ما همنا طبعًا. حجر وشل او طريق وسائي وهيدول. 100%. متر ميشيل سعد، بتحب تقول كلمه اخيره للبنانيين يلي هلا عم يسمعونا ويلي نحن هلا عم نوظف الرياضه كمان؟ قد ايه مهم انه نحن الرياضه عم نستعملها ونوظفها لاهدافنا الانسانيه يلي هي بالدرجه الاولى. يعني اللي قلتي حضرتك هذا اللي بدي اقوله، نحن صحيح العنوان رياضي ماراثون وميني ماراثون، بس المساج والرساله ما نوصلها للعالم غير اكثر من هيك، تتخطى الطابع الرياضي تنقول نحن وقت اللي بنكون نحن مع بعضنا، وقت بكون نحن ايد وحده ما حدا في لينا، وقت اللي بيكون بعيد، وقت اللي بيكون الجبل خير نحن كلنا بخير. يعني يسلم تمك وان شاء الله تكون مثال ويغاروا منكم كلهم يلي قراب والبعاد ايضا، وتكونوا انتم المثال للاتحاد عن جد بلبنان. يعطيكم الف عافيه، اهلا وسهلا فيك المحامي ميشيل سعد معنا، يعطيكم الف عافيه، واكيد رح نواكبكم ونشوف شو صار بهالميني ماراثون.